اسكب لك كمان؟ ايه طيبة كتير. عثمان بينام بكير بالعادة؟ لا والله يا ريت. اليوم لعب شي ساعتين بالطابة ومن تعبه رح نام يا حرام. وينك لهلأ؟ مرحبا. عم استناكي، طولتي اليوم. احكي لك امي. بابا اهلا وسهلا. اهلين بنتي، اجيتي بوقتك. اليوم ستك تعبت شوي واخذناها انا وابوكي على الدكتور. تيتا كيف صرتي؟ لا تخافي ما فيني شي ابدا. جيبي صحن وروحي اقعدي كلي. لا مالي جوعاني انا اكله. شو صار؟ خلصت معامله كتب الكتاب؟ شو في شي بنتي؟ ايه في، يعني أنا وطارق تراجعنا عن هالفكرة. بنتي مو أنت اللي جنيتي قدامنا وقلتي بدك تتزوجي طارق بأسرع وقت؟ شو صار هلأ؟ شو القصة بنتي؟ سهيل. شو؟ شو قلتي عيدي؟ سهيل. شبو سهيل؟ شبو؟ من وين رجع طلع لنا هذا سهيل؟ أمي أنا عرفت شو هو السبب اللي خلاه يتركني بعرسنا. وشو هو بقى؟ مراد. مراد بوقت كتب كتابنا بيوم عرسنا اتصل بسهيل وقال له تعال لعندي ضروري، وبعدين قوص حاله قدامه ومات. بتخيل طلعت هي هدية عرسنا. مشان هيك سهيل تراجع عن الجائزة كلها. ايه امي، ومو بس عني، تخلى عن كل شي وعن حاله. بس هلأ ابني اللي حاملته رجع له حياته. يا روحي انتي، هو كمان اتعذب كتير امي، كتير. بس هلا رح يجي يطلبني مرة تانية منكن. طيب وطارق؟ طارق شو قال؟ حكيت له هو تفهمني وانسحب من حياتي. طارق شخص منيح امي. شو هاد؟ كأنه في سيرك جاية واقف قدام الباب، شو القصة؟ أنا ما عاد بدي موت بالحياة إيلين. أنا بحبك وبدي إياك تكوني إلي. كوني إلي ولا تترددي. إيلين تقبلي تتزوجيني يا أميرتي؟
جميلة خانم، علي بيك، أنا بحب منكن وبموت فيها كمان، وبوعدكن وعد شرف ما زعلها وضل بحبها طول حياتي. إذا بتريدوا زوجوني بنتكن الحلوة، قولوا لها توافق علي. بس هالمرة إذا زعلت لي بنتي رح أقتلك بإيدي سليمان، أنا وياك بنقتله سوا. طيب قتلني موافق. تعي إيلين، بواب قلبي رجعت انفتحت مشانك من جديد، تعي يلا. انت كل حياتي. انا ما في عيش من دونك، ممكن تقبلي هذا الخاتم كبداية جديدة لحبنا الكبير يا روحي؟ ممكن تقبلي تتزوجيني؟ انا كمان بحبك، موافقة نتجوز بأسرع وقت، اصلا انا كنت بحلم بهاللحظة. وأنا كمان. مشوار صغير بهالمناسبة إذا بتريدوا، بس بترجع على البيت قبل ما تصير الساعة 12. ماشي، بوعدك رجع بكير. يلا تعي، يلا. الله يعافيك. اسطنبول تتمنى لثنائي السعادة والهناء وتودع الجميع على أمل اللقاء. ليش الواحد لما بحب بصير غبي كتير يا؟ يا ترى ليش كل البشر بيتقتلوا وبيعملوا كل جهدهم ليحصلوا على هالغباء؟ ولا الغباء الحقيقي انه ما نعرف الحب؟ ولا يمكن الناس لما بيوقعوا بالحب بيرجعوا لحالتهم الأصلية وللبساطة والبراءة وصفاء القلب؟ يمكن لهيك بيفكروا هالشي من الغباء، بس أنا مالي متأكد ولساتني عم فكر. الله يسعدكم. أنا صار لازم أمشي. مثل ما بدك. إن شاء الله هالمرة تكون إيلين مبسوطة. إن شاء الله. إن شاء الله. جميلة، أنا ما بتصدق قديش كنت مبسوط اليوم معكم. شكرا إليك. ليش أنا شو عملت؟ عملتي فاصولية وجنبها رز كمان. انت وصلت فيك المواصيل لترضى بصحن رز وفاصولية قبطان علي، ولا لتكون ختيرت؟ يمكن عم يكبر عقلي جميلة. يسلم امي. اجي انا معك ابني؟ لا امي خليكي، يلا ديري بالك. يسلموا كتير جميلة. الله معك.